طيب احمد، قول لي ايه ابرز العادات اللي انتوا حاولتوا توعوا الناس بيها من خلال الحمله بتاعتكم كانت غلط، وايه الصح بتاعها؟ ابرز العادات مثلا عادات ان احنا بنشرب مثلا منبهات كتير، الشاي لوحده او القهوه، الناس اللي بتشرب مثلا اكتر من كوبايتين قهوه في اليوم. ان قلنا بس لا، اخرنا كوبايتين بس في اليوم. ده المفروض الصح يعني كوبايتين من الكافيين ايا كان، هو ايه، شاي، قهوه، الحاجات دي، صح؟ بس تمام. ويفضل اصلا ان احنا نقلل الكافيين على الوقت، يعني على المدى البعيد. كمان الناس اللي بتكتر مسكنات، المسكنات ممكن تعمل على المدى البعيد قرحه معده، فنصحنا بتقليل مسكنات. خصوصا ان في ناس دايما بتعلق، معلش يا احمد قاطعتك، في ناس دايما بتعلق يقول لك اصل المسكن ده امن. لا لا لا، بالعكس، مفيش حاجه اسمها امن، صح؟ مهما كان يعني هو امن من امن الحاجات، لكن برضو امن على المدى القصير، لكن بعد كده لا. ايه يعني كمان؟ طيب مثلا ايه كمان؟ ركزنا على حته ناس مثلا لما نحب نبلع برشام، مثلا في ناس تحب تبلع البرشام بلبن بدل الميه او باي حاجه تاني. في ادويه حقيقه ينفع معاها كده، ينفع يتبلع البرشام بلبن زي بعض المسكنات، وفي ادويه لا امتصاصها هيتاثر. ركزنا على الحتت النفسيه شويه، زي مثلا لو حد بيبقى عنده مشاكل وما بيحكيهاش لطبيبه النفسي او لحد قريب منه، بيفضل كاتمها جواه. ركزنا على حته لو حد بيركز اونلاين كتير وسوشيال كتير، بس ما عندوش الجانب المجتمعي صفر عنده خالص، مش بيتكلم مع غيره. طبعا ركزنا كمان مثلا على الناس اللي هي بتاكل الاكل على البارد، ما بتسخنهوش. يعني الاكل على البارد ده لوحده ممكن يعمل، ايه ده، ايه المشكله في ده؟ لحسن ناس كتير قوي بتكسل ان هي، ثواني بقى، ثواني نفهم يا جماعه، بكتيريا اكيد، صح؟ يا دكتور احمد هتيجي للاكل وعلى البارد وعلى لا، نفهم بقى. لو الاكل، ان الاكل لما يبقى يكون من غير ما يتسخن، الاكل يكون مثلا درجه حرارته بارده، ما يطلع من الثلاجه على بقه على طول، ما ينفعش. ليه بقى؟ ده هيؤدي انه هيؤدي لعسر هضمي، وهيؤدي لسوء عمليات بيولوجيه بعد كده. يا سنه سوخي، لازم الاكل يتسخن. يا سنه سوخي، هنبقى زي الفطير. انا توقعت ان ممكن يكون ليه علاقه بمثلا بكتيريا مثلا او اي حاجه بيتعرض ليها من خلال اقدم لحضرتك دكتور شريف. لا انا بقول توقعت، انا بعرض الفكره، انا اعتبر نفسي ما سمعتش. انصفني يا دكتور، انصفني. هي ماشيه في ستر ربنا على فكره. طبعا. بس فده كان عدد يعني عدد من العادات، يعني الفيديو طويل جدا، الفيديو 7 دقائق. حلو. طيب انت بما ان انت دلوقتي ذكرت ان الفيديو مدته 7 دقائق، هل كان ليه صدى كبير؟ يعني الناس اللي شفتها استقبلت الموضوع على طول، وكان في وعي كافي للموضوع، ولا شايف ان لسه في مواجهه شويه للانتشار؟ لا، الى حد ما الفيدباك كان كويس جدا. تمام. الحمد لله الفيديو اتكتب عنه مقال على جريده الوطن. تمام. وعلى منصه ملهم. واحتمال كمان يتكتب عليه في مجله الشباب برضه. الفيدباك على انبوكس على صدى البلد. يبقى احنا كده كملنا اللفه كامله. اتشرف لينا. بس دكتور انتوا، بص انا بقول لك بقى دكتور قبل ما تتخرج اهو. قول لي هو الطب دي شكليات والله، عادي يعني.